الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء، سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أمسيت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، سل الملوك النازلين بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن، وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني، يا من إذا وقف المسيء ببابه ترك القبيح وجاد بالغفران، يا رب وفقني أن أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن، يا رب في حشري فكلي ناصرا عند الصراط ومنصب الميزان، يا رب وأوردنا لحوض المصطفى نسقى هنيئا من يد العدنان. والصلاة والسلام على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما علا نجم في السماء وأبهر، وما طلع صبح وأصفر، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله دائمين متلازمين إلى يوم المبعث والمحشر. إخوة الإيمان والإسلام، من هنا من مسجد السلام بقرية ميت طريف مركز ذكرنس بمحافظة الدقهلية، نحييكم ونعيش في رحاب هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. جئنا إخوة الإيمان بدعوة من السيد المهندس سالم عبد الرازق. إخوة الإيمان، حفلنا هذا تحت رعاية جمعية بيت الرحمة لرعاية المرضى بميت طريف. معنا كوكبة من قراء الإذاعة ومتحدثيها ومبتهليها، معنا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك، ومعنا متحدثا فضيلة الشيخ جمعة سعيد محمود كبير مفتشي أوقاف إدارة ذكرنس، ومعنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. ما أجمل أن نجلس في بيت من بيوت الله، تحفنا ملائكة الرحمن، تتنزل علينا سكينة الرب تبارك وتعالى، تغشانا الرحمة، يذكرنا ربنا تبارك وتعالى في ملأ خير من ملأنا هذا عند الملائكة في الملأ الأعلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نعيش في رحاب القرآن، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. ما أجمل أن نعيش مع كلام الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك يستهل هذه الأمسية بهذه التلاوة. مولاي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم.
أكبر. لا آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويتفكرون الله ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ان شاء الله الله اكبر عليك. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. سلم يا رب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذته.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عليك يا مولانا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إنك لا تخلف الميعاد ما شاء الله إنك لا تخلف الميعاد يا الله أكبر عليك يا نعم ما شاء الله ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا So
عليك من بعدها القرآن قطع الله عليك إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم إن في أشد خلقا أم السماء بناها الله 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 ذلك لعبرة 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 لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رفع سمك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها الله أكبر أخرج منها
الله أكبر الله أكبر. أخرج منا يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الله فيما أنت